السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلوع صايم عن الأكل من امبارح يا محمود بيه، وحرارته مرتفعة وده مش كويس. ما هو الباشمهندس إبراهيم كلمني من نوبارية وقال إنه راح للدكتور صفوت ما لقوش هناك واضطر ينزل له اسكندرية. الكلام ده بقاله أكتر من أربع ساعات دلوقتي. هو اتأخر فعلا. طب يا باشمهندس فكري، ما نحاول نجيب الدكتور البيتر اللي في مزرعة والسعود اللي في الكورة 94. ما هي الجبة مع إبراهيم بيه. خلاص يا سيدي خد العربية دي والمسافة مش بعيدة. ربنا يستر، أنا قلقانة على بابا قوي يا عمي. زمانه على وصول يا بنتي، محدش عارف ظروفه ايه مع الدكتور. دكتور ايه بس؟ كان في تليفون لما عرف انه هيتأخر يطمنا منه. وانت يعني يوم ما اتأخرتي وقلقتينا عليكي كلمتينا في التليفون؟ ساعتها تاه عن بالي خالص. يمكن هو كمان تاه عن باله خالص. يا محمود بيه الحقنا يا محمود بيه الحقنا. ابراهيم بيه بابا ماله؟ في واحد جه عند البوابة بيقول لي عربية الجيب انضرب عليها نار واتقلبت في الطريق. بابا الحمد لله جت سليم. الحمد لله، بس معلش انت لازم ترتاح. ايوه الدكتور قال تفضل في السرير 24 ساعة نلاحظك ونبلغك عشان نتأكد ان شاء الله مفيش نزيف داخلي. طيب انا هسيبك بقى عشان خاطر سمية تغير لك هدوم. لا 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 انا اقدر اغير لنفسي من فضلك. يا سمية يا بنتي نعم هات الجلابية بتاعتي. حاضر. ادي اللي انا كنت عامل حسابه اهو مترصد لك. وبعدين المره دي ضربوا نار على عجل العربيه، المره الجايه مش بعيد هيضربوا نار في المليان.